لمزيد من التعليق والمتابعة إذا بشأن قرار تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، معنا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. مرحبا بكم دكتور عبد الباقي. ما الحاجة برأيكم، حياكم الله، ما الحاجة برأيكم لتشكيل يعني مجلس رئاسي في اليمن في هذا الوقت؟ اعتقد ان انا من يعني اذا اردنا ان نحلل بموضوعيه ونجد ان بهذا الاعلان قد قمنا بانهاء السلطه الشرعيه المنتخبه باراده الشعب، لان كما تعلم حتى السلطه عبد الرب منصور هذه هي سلطه انتقاليه كانت منذ 2012 وكان لها فتره عامين وتنتهي صلاحيتها، جددت صلاحيتها لمده طويله لأن هناك البند باء من أحد مواد الآلية التنفيذية للمبادرة الخليج تقول تنتهي الفترة الانتقالية بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس جديد. هذا لم يحدث مع الانقلاب، وبالتالي تم يعني تجديد ولاية الرئيس للضرورة. خلال هذه الفترة الاحتراب تم إضعاف السلطة الشرعية من حيث أن الحكومة لم تكن فاعلة، رئيس الجمهورية لم يعد للجغرافية اليمنية، تم تأسيس ميليشيات تابعة للإمارات في الجغرافية اليمنية، تم إيجاد مؤسسات سياسية كالمجلس الانتقالي في الجنوب، تم إضعاف الحكومة، تم تجفيف موارد الدولة، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تضعف السلطة الشرعية تدريجيا، ومن الطبيعي جدا أن الجماهير تحتقن وتوجد فجوة بين الجماهير والسلطة الشرعية. هذا أتى الآن إلى هذا المرحلة الثانية، هو تأسيس مجلس. وما هو عندما نأتي إلى الأسس، ليس هنالك أسس لهذا التفويض. هذا المجلس سيكون محل نقد باعتبار أنه لا يمتلك الشرعية أو إرادة الشعب، ثم أنه مكون من مجموعة من الكيانات السياسية والعسكرية الموالية للإقليم أيضا. هذا أيضا يشكل لنا نوع من القلق والخطر. بالتالي الحوثيين رافضين للسلام، لا يمكن يعترف بهذا المجلس، ومن هنا أعتقد أننا سندخل في مرحلة انتقالية طويلة. يكون الإقليم الدول التحالفية التي تدير الشأن العام اليمني، لا يستطيع أي طرف في الواقع السياسي والعسكري حسم المعركة إلا بالعودة إلى دول التحالف، كما أن المجلس مكون من 8 شخصيات يتم اتخاذ القرار بالتوافق، وبالتالي المفترض يكون 9 أطراف بحيث رئيس المجلس يقوم بترجيح أحد الكفات. إذن نحن أمام مرحلة هشة لن تقود للسلام، نظرا لأن من الأفضل كان أن يتم تشكيل عبد الرب منصور هادي يظل في السلطة مع تشكيل مجلس. هذا المجلس يدير شؤون المواطنين بالداخل اليمني، تتم له الصلاحيات، يتم السماح بتصدير النفط والغاز، يتم إدارة شؤون المواطنين، تدعيم البنك المركزي، هذا هو المطلوب. أما المطلوب أنك تقوم بإيجاد مجلس انتقالي، هذا سيصبح أقرب لنموذجين، النموذج الليبي حيث تتنازع المجالس وحيث تتنازع الأقاليم، والنموذج العراقي بحيث أننا لدينا ميليشيات تشبه تماما الميليشيات التي تتجاوز العراق والأمة الإسلامية نحو الولايات الفقيه، وبالتالي قرارها مصادر في طهران وليس في الحقل السياسي اليمني أو الحقل العربي. بالتالي نحن أمام مرحلة هشة. أعتقد أن السعودية، إلا إذا كانت السعودية حاسمة بحيث أنها تحاول أن تحافظ على هذه الأطراف بحيث تضمن لا تكون سلطة يعني خارج هيمنتها، يمكن نتفهم ذلك، لكن يكون عليها استراتيجيات إنهاء المشروع الحوثي. لأن المشروع الحوثي مشروع لا علاقة له بالتوافق وليس له أجندة وطنية. هذا أمام خطر كبير. الباقي من هنا يعني أفهم من كلامك، هل تعني أن ما يحصل الآن هو مقصود على غرار ما قلت أنه مشابه لما يحدث في ليبيا والعراق، هل هو مقصود أم أن هناك من يقول بأنه هذا المجلس ربما سيقصر ولو قليلا من عمر الأزمة الممتدة منذ سنوات، لا سيما أنه يضم ممثلين من فرقاء تواجهوا ربما في السنوات الأخيرة؟ ومن يقول أن عبد الرب منصور هادي كان فاشلا، هو يعني أو تم يعني أنه ضعيف إلى حد كبير. إذا كان عبد الرب منصور هادي تم إعادته إلى عدن ولم يؤسس المجلس الانتقالي والميليشيات وتم دعم الجيش الوطني ولم يتم تحويل المؤسسات الغازية إلى ثكنات عسكرية
وتم توحيد الجيش الوطني وتفعيل اتفاقية الرياض ودعم البنك المركزي، ما كنا بحاجة إلى هذا المجلس، كنا بحاجة إلى الحكومة تكون فاعلة تدير الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. وبالتالي هناك من قام بعمليات قصدية إلى إنهاء السلطة الشرعية ولتأسيس مجلس رئاسي. هذا المجلس هش، ولدينا تجربة منذ الستينيات في المجالس هذه التي تكون من مجموعة مكونة. الأخطر أن في الستينيات كان الملكيين اللي هم الحوثيين تعبيرا من تعبيراتهم أسريا يعني، كانوا على الأقل لهم ولاء للسعودية، لكن الحوثيين الحاليين والعقائديين لم يعود لهم ولاء للسعودية، ولاءهم لطهران، ومن هنا الخطورة. ونحن لدينا نماذج واضحة، ليبيا، ولدينا نموذج العراق، يعني نموذجين هامين. وبالتالي ينبغي أن يعني العراق لم يستقر ويفقد كل يوم هويته ويستدعي هويات سابقة للدولة الوطنية. وليبيا الآن مقسمة إلى 3 أقاليم. إذن الآن هل يمكن نحن نتوقع من هذا؟ لا يمكن لهذا المجلس أن يدعم وأن يقدم يعني حراك ويقوم ب يعني تم دعمه لإيجاد تحسين وضع إنساني. لكن من الخطأ أن توجد قوات للساحل الغربي لا تتبع القائد العام للقوات المسلحة وقوات في الجنوب، وهذا كله يحتاج إلى وقت واستنزاف. 2، تقوم هذه التعيينات على توازنات مناطقية وتوازنات حزبية. نحن بحاجة إلى دولة إلى 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 إلى, إلى أيضا نخبة محترفة تقوم بالتواصل مع الخارج، تمتلك القرار الوطني. سنعطي فرصة لهذا المجلس، ولكن أنا لست متفائل، لأنني كنت دائما أطالب من فترة طويلة أن هناك نظريات سياسية وعلم اجتماع سياسي ونظريات في وتجارب دولية تقول تعزيز فكرة الدولة. يبدو كما تفضلت، يعني من وجهة نظرك كما تفضلت، أن يراد لليمن أن يبقى كما هو الحال، ضعيفا مشتتا. ولكن يعني كيف ترى في خضم هذا القرار الذي رشح عنه المجلس الرئاسي، في سؤال أخير مختصر لو سمحت، جاء قرار إعفاء نائب الرئيس، يعني ما الأسباب التي دعت إلى إعفاء محسن الأحمر؟ علي محسن الأحمر عندما عينه الرئيس قبل سنوات كان الرئيس يقوم بوضع خط يعني حماية لبقاء الرئيس كرئيس، لأن علي محسن الأحمر الغير مقبول من المجلس الانتقالي الجنوبي باعتبار أنه مشارك بحرب 94 وشريك لعبد الله صالح، وغير مقبول من الحوثيين باعتبار أنه هو الذي كان قائد القطاع العسكري المكلف بمقاومة الحوثيين، وبالتالي هو مستهدف من هذا الجانب، كما أنه يصنف أنه جزء من التجمع اليمني للإصلاح. وبالتالي كان الرئيس يقول لديكم عبد الرب منصور هادي أو الخيار أن تنتقل السلطة لعلي محسن الأحمر. وكان أهم شروط الحوثيين هو يعني على الأقل يعني إخراج أو إنهاء مهام علي محسن الأحمر. الآن تم إنهاء الرجلين وعلي محسن، وبالتالي تم تشكيل مجلس جديد. علي محسن الأحمر كان خط رجعة للرئيس عبد الرب منصور هادي، وكان خيار صعب لأي شخص يحاول أن ينهي دور عبد الرب منصور هادي، باعتبار أنه لا يمكن نقل السلطة لعلي محسن، سينفجر الحقل السياسي اليمني. وبالتالي ولكن الرجل له مكانة خاصة، وأعتقد أننا بالتضحية عبد الرب منصور هادي رغم الانتقاد الشديد للسلطة الشرعية، إلا أنني كنت من الذين يفضلون يعني تجسيد ودعم فكرة الدولة وتجسيد الدولة بسبب الرئيس عبد الرب منصور هادي بما يضمن بقاء المؤسسة الشرعية ولا يمكن الطعن بها من قبل الحوثيين أو غيرهم. من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لك.